هل تعتبر صلاة الضحى يوميا من مخالفة السنة؟ لا، بل هي من السنة. صلاة الضحى يوميا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر وأمر أبا هريرة، كلاهما قال: أوصاني خليلي بثلاث ما تركتهن ما حييت، أن أصلي ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر.